البداية دخلت الجمباز تقريبا كانت انا مواليد 95، فدخلت وانا عندي 3 سنين ونص. تمام، ف 3 سنين ونص الموضوع فاكر كويس، كانت مامتي بتمرني سباحه مع اخويا عشان اخويا كان يعني بيلعب سباحه وكان بطل هنا برضو في النادي الاهلي. وفجاه كانت صاله الجمباز كان فيها افتتاح، كانوا بيجددوها، ورحت شفت المنظر وقلت اللي انا عايز ادخل زي اي طفل، تشد للحته دي شويه وبدات اكمل واحده واحده لحد لما مامتي قالت لي، هي شافت اللي انت فيك موهبه فهتكمل يعني، خلاص سحبتني من السباحه وفضلت في الجمباز. اول بطوله كان عندي 5 سنين، كانت تقريبا 2000 2001 حاجه كده، والحمد لله ربنا كرمني. كانت اول بطوله كانت بطوله القاهره، خدت ميداليه برونز، وبعديها الجمهوريه خدت خمس ميداليات، كانوا 3 ذهب و2 برونز تقريبا. بس من هنا بقى بدات خلاص هي دي الحاجه اللي انا هكمل فيها، بس هي دي البدايه. كان دكتور محمد فؤاد موجود، هو اللي استقبلني يعني، هو دكتور محمد ستيل موجود لحد دلوقتي المدير الفني، فهو ده بعتبره اللي هو ابويا التاني اللي هنا. الام دي يعني حكايتها حكايه يعني، ما نقدرش يعني مهما اتكلمت مش هعرف اوفي لها حقها يعني. هي بتتعب معايا في حته اللي هي صحاني الصبح توديني المدرسه وتجيبني المدرسه، تجيبني هنا التمرين وتاخدني، بعد كده لو في دروس تاخدني على الدروس، وبعد كده ترجعني التمرين، عشان على ايامنا كان الموضوع ممكن تتمرني صبح وبالليل يعني، عشان في انا اتخذت منتخب وانا عندي 11 سنه يعني. انا بطلت تقريبا وانا عندي 18 بسبب اصابه، فمن وانا عندي 11 سنه وانا في المنتخب، وكان ساعتها باجي ساعات تمارين هنا والمنتخب في المركز الاولمبي في المعادي، فتلاقي هي بتاخدني من المدرسه توديني منتخب، اخلص ارجع على هنا، اخلص اروح المنتخب تاني بالليل، فهي اللي كانت تقريبا 24 ساعه معايا. فهي دي تقريبا يعني كل نقطه دم فيها يعني، ما بخلتش عليهم خالص عشان توصلني للحته اللي انا كنت فيها. فلو هنتكلم شركاء النجاح، هو ناس كتير، اولهم طبعا مامتي، وثانيهم بابايا او بيتي عامه، دكتور محمد فؤاد مدربي ساعتها كان مستر فيكتور، كان هو اللي موجود هنا في النادي، مدربي اللي في المنتخب كابتن جمال مطر. فهو في ناس كتير كانت شركاء في الحته دي يعني. الاهلي ده من وانا عندي 2 سنين وانا باجي العب هنا، وبعد كده بدات جمباز، وبدانا جمباز دخلنا الفريق، دخلت الفريق، فاصحابي كلها هنا، تلاقي نفسك ممكن تيجي هنا تمرين الساعه 9 الصبح وعندك تمرين تاني الساعه 6 وتخلصي 11، فتلاقي نفسك من الساعه 9 ل 11 قاعده هنا. تمام، مفيش كورنر في النادي ما قعدناش فيه، هزرنا ضحكنا اتخبطت، كل حاجه حصلت هنا في النادي يعني. ممكن نسكيب حته المنتخب، بس يعني كان الميزه عندي وانا في المنتخب كنت لازم في تمارين باجي هنا في النادي. تمام، فبرضه في الاول وفي الاخر ما عرفتيش تبعدي عنه. وغير كده لما بطلت بالاصابه اتعالجت هنا وبدات انزل، بقيت مدرب، كان السبب الاساسي دكتور محمد فؤاد قال لي تعالى يلا انزل الملعب. طب ازاي انا ما فهمش حاجه على التدريب؟ هتفهم. وسابني وانطلقت، والحمد لله اول سنه كنت بمرن فريق الدرجه الثانيه، خدت بيهم 3 سنين ورا بعض اول، بعد كده رحنا بنفس الفريق طلعنا درجه اولى 3 سنين الحمد لله اول. فيعني سبب من الاسباب نجاحي دلوقتي هي والدتي، ويعني في الاول وفي الاخر ربنا طبعا، تكريم من عند ربنا وتوفيق، بس والدتي في ظهري، ودكتور محمد فؤاد وناس كتير، دكتور كريم، الناس دي كلها كانوا في ظهرك، اللي هو انت غلطت اي غلطه هم معاك في ظهرك. اللي بيميز النادي الاهلي اللي هو ما عندوش حاجه اسمها لعبه فرديه فمنسيه، او لعبه ملهاش جمهور فمش هصرف عليها، كده كده هي ما بتجيبليش حاجه. لا، هو من اول لما انا كنت بلعب لحد ستيل لحد النهارده مثلا وانا بمرن، مش بيبخلوا بمجهود او بحاجه، مرتبه، شويه مانيزيا، شويه الحاجات اللي هي المستلزمات بتاعه الجمباز، ما حدش بيبخل عليها خالص. مشاكلنا بتبقى هي مشاكل اي حد يعني، اي حد في اللعب التانية. نعم، احنا ما بنروحش بطولات عالم، ما بنروحش الحاجات دي عشان هي لعبة محدودة، بس ما بيدخلوش يعني جنيه، اي حاجة، كلمة، كل الكلام ده كله محدش بيدخل خالص يعني. سفريات، الحاجات دي كله، لا، هو الفايل بتاع الجمباز هو بنحطه جنب فايل اي لعبة مهمة للنادي، فهي دي اللي بتفرق شوية عن اي نادي تاني او اي حاجة يعني. لازم هي لعبه موجوده في النادي، فلازم يبقى ليها منظور وليها شكل، وتبقى بتنافس اكنها اي يعني اي لعبه تاني في اي مجال يعني. احنا درجه اولى مش بتتلخص في مدرب على قد ما بتتلخص في لعيب عايز يوصل للحته دي. تمام، فاحنا عندنا الحمد لله المجموعه اللي انا بمرنها
مجموعة بتحب بعض ومجموعة كلها رجالة ومجموعة كلها صنعت في الأخر.